سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، أجمل تحية لحضراتكم في هذه الأجواء الباردة في ظل هذه الأمطار التي تتساقط على ملعب المباراة، أجواء غير عادية ومع ذلك تلعب المباراة. بالتأكيد أنه اللاعبين معتادين على مثل هذه الأجواء وعلى مثل هذه الظروف، لكن يجب أيضا أن نوجه تحية للجماهير، الجماهير يا جماعة التي حضرت رغم صعوبة الجو. من ملعب الكامب نو معقل برشلونة، الصورة المعتادة والتسعين ألف خلف الفريق الكتالوني. ها هي البداية إذن. إريك غارسيا، يلعب كرة طولية، ديمبلي سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية وستكون هنا رمية تماس. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. مانولاس، فابيان رويس، إنسيني، ماريو روي في انطلاقة قوية من جهة اليسرى، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. لايبوليتانو، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، اللمسة الأولى لم تساعد، جعلت الأمر صعب عليه ولم يتمكن من استغلال الفرصة. ديباي، مجهود رائع منه، كان جاهز ليلعب الكرة. إنسيني، هدف لنابولي. اللمسة الأخيرة كانت من أروع ما يكون، براعة كبيرة في التمويه، في المرور بشكل جميل أمام حارس المرمى. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. إريك غارسيا، بوسكيتس، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة على الجانب، ينجح في تمريرها إلى جوردي ألبا. مانولاس يبعد الكرة عن المنطقة، يبحث عن المهاجم، تمريرة بينية،
وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، وكرة عرضية، يسيطر على الكرة، يلعبها إلى منطقة الجزاء. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة طولية إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، يحاول يسدد، يلعب كرة طولية، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، كرة طولية إلى الأمام. ديباي، ديباي يلعب كرة للجانب الأيمن. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، تلعب الكرة إلى الأمام بطريقة ذكية، يواجه خصمه، مواجهة قوية بينهما. يلعب كرة بينية، ماريو روي، فابيان رويز، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يلعب كرة على اليسار، تغيير جميل للعب، إمكانية تسديدة، جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. بوليتانو، ها هو ينطلق، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. إريك غارسيا، إريك غارسيا يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام، كرة إلى الأمام، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، بيكيب، كرة طويلة للأمام، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها، جوردي ألبا، ضغط قوي وينجح في استعادتها. جوردي ألبا ينجح في لعب كرة عرضية، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، موجود لإبعاد الكرة، ماريو روي، كرة من جهة اليمين، الآن فرصتهم للمرتدة، لمسة بينية، ديمبلي، لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات، خلص الكرة، سيرجيو بوسكيتس، اللاعب ديباي،
الفريق يقطع الكرة. فابيان رويس، وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. مسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، برشلونة يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ إيريك غارسيا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا، يحاول تمريرها من بين المدافعين. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يبعد الكرة إلى بر الأمام. إنسيني يلعب كرة إلى الوراء. ديمبلي، كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب، بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة. كرة طويلة إلى الأمام، لعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. وعرضية، مانولاس يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. قد يلعب كرة عرضية الآن. ديمبلي، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة على اليسار، قد تكون هذه فرصته. إيريك غارسيا، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. فرصة خطيرة، تسديدة في اتجاه المرمى إلى خارج المرمى. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. ماريو روي، مانولاس، إنسيني تلعب الكرة إلى الأمام. ديباي،
جوردي ألبا. عدت الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. الآن إمكانية المرتدة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. إنسيني، كرة باتجاه المرمى. الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. وصلت إليه، أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرته. نعم، لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. ماريو روي، كوليبالي، يلعب رمية التماس. بوسكيتس، ماريو روي يخترق من اليسار. إنسيني يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. كرة طويلة للأمام، ديباي يلعب كرة الجانب الأيمن، يلعبها عرضي. ديمبلي لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. إريك غافيا يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول أن يلعب كرة بينية. إنسيني، ماريو روي في محاولة مرور من الجهة اليسرى. كرة عرضية،
غارسيا، ديباي، عثمان ديمبلي، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يلعب كرة على اليسار، لمسة داخل منطقة الجزاء، بإمكانه إبعاد الكرة، سيرجيو بوسكيتس، ديباي يلعبها على اليمين، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يغير اتجاه اللاعب على الجناح، العرضية ملعوبة، يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. برشلونة فعل كل شيء في كرة القدم لكنه لم يكن محظوظ، ابحثوا عن الحظ في كل مكان، في المرات القادمة حاولوا أن تكونوا محظوظين، ابحثوا عن الحظ عن التوفيق، أو ابذلوا جهدا أكبر من أجل الحصول على الفوز. خيبة أمل ولكنه درس مستفاد اليوم، هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكورة، المتعة، الأداء الرائع، هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. كانت هذه نهاية المباراة سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة.